أنا أشمئز من مثل هذه الطريقة في التعبير. الإسلام والتعددية، إسلام ماذا؟ إسلام والتعددية؟ الله أنزل لك فتوى من السماء، هكذا اسمه الإسلام والتعددية؟ كيف يمكن أن نجرؤ على هذا؟ كيف يمكن أن يقال على الإسلام والمعارضة السياسية؟ لا تقل لي هذا، قل لي الفكر الإسلامي المعاصر، الطرح الكذائي الإسلامي والتعددية، طرحك أنت، طرحي أنا، طرح الحزب الفلاني، الجماعة الفلانية، لا تقل لي الإسلام، الإسلام والديمقراطية. والله من يتحدث بهذه اللغة؟ إلا إنسان يريد أن يكرس وأن يعزز هذا الالتباس الحاصل وأن يلعب في الخفاء، في خفاء ظلمات الالتباس، في هذا الغبش الفكري والتنظيري الذي نؤمل أن يصبح مفضوحاً مكشوفاً حتى لا يستتر به اللاعبون أيها الإخوة غير الأكفاء في هذه اللعبة الخطيرة جداً على الدين وعلى الأوطان. لا تقول لي الإسلام، لا لا، الفكر الإسلامي، الاجتهاد الإسلامي، الرأي الإسلامي، رأي فلان ورأي علان، بس هذا هو. أنتم لستم معصومون، لسنا معصومين، لسنا أنبياء، نخطئ ونصيب. لا تقول لي الإسلام، لكن إذا قال لك الإسلام وانطلت عليك الحيلة، الإسلام يحرم التعددية، خلاص قضي عليك يا مسكين يا مغفل، يعني سامحوني، قضي علي أنا المغفل. هكذا الإسلام، هذا ليس الإسلام يا أخي، اربع على ضلعك بالله ربك، ليس الإسلام هذا ما تفهمه أنت. من أعطاك رخصة أن تتكلم باسم الله؟ حين تقول الإسلام كانك تقول هذا ما قال الله، هذا ما قطع به الله. من أيارك هذا؟ كله اجتهادات، الصحابة اختلفوا، شؤون السياسة بالذات أكثر شيء اختلفت فيها الأمة، وكما قال الإمام الشهرستاني وغير الشهرستاني، ما سل سيف في مسألة، يعني بسبب مسألة، ما سل في مسألة الإمامة، هذه الأمة تذابحت، تناكرت، تمزقت بسبب إيه؟ السياسة. وتقول الإسلام والسياسة، الإسلام والمعارضة، الإسلام والديمقراطية، الإسلام وكذا، ليس الإسلام، رأي فلان ورأي علان، انتبهوا، كونوا حذرين، كونوا لبقين، كونوا فطنين، لا يضحك عليكم.